هاخد بقى معايا طبعا الصوص ده صوص ايطالي مشهور، بس طبعا بيتعمل بالصنوبر. احنا طبعا علشان الصنوبر غالي، يعني مش هكلف المشاهد ان المشاهد يجيب لنا صنوبر ب 700 جنيه او ب 800 جنيه كيلو، لا احنا عندنا حاجات جميله جدا مصري نقدر نشتغل بيها زي السوداني من المكسرات المصريه اللي ليه نكهه مميزه جدا وبيدعم لنا كمان النكهه بتاعه اي حاجه بنحطه فيها. هنا كده انا هبدا كده افرمه الاول كده خشن بس كده، وبعدين اعمل ايه، اخد معايا هنا ادي كده الكزبره. طبعا ورق الريحان او الريحان نبات الريحان مش متوفر كتير، يعني انا ما بشوفوش كتير غير في الاسواق، يعني بعض الاسواق او الهايبر اللي بيبقى فيها الماركت الكبيره، لكن هو مش متوفر كتير. فانا قلت الحاجه المتوفره عندنا وبتدينا طعم جميل جدا الكزبره الخضراء. بس انا عايزه اقلب اللي على النار عشان ايه، ايوه كده بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده علشان الخلاط يمشي كويس معانا. هنبدا نحط له كده شويه عصير ليمون، طبعا هو الاساسي فيه ان احنا نعمله بزيت الزيتون. تمام، شايفين بقى اللون جميل ازاي، اللون الاخضر بتاع الكزبره الخضراء ده بيطلع لي لون في منتهى الجمال اهو بالشكل ده. هنزل بس عليه باقي الكزبره اللي عندنا، ومعايا طبعا ثوم، واخد بقيه عصير الليمون. هنا كفايه دول كده عصير ليمون. هنا اخد رشه ملح، واخد الكزبره الناشفه وزيت الزيتون طبعا عندنا نص كوبايه. حد يقول لي طب انا ما عنديش بقى زيت زيتون وعايزه اعمله، ماشي اعمليه بالزيت العادي، بس هو الافضل يديكي طعم حلو قوي بزيت الزيتون، كمان لما نعمله بيه بيدينا طعم في منتهى الجمال. بسم الله الرحمن الرحيم، عايزه اشوف دول كده خلاص، دول كده ما شاء الله احنا شايفين اللون بتاعهم عمل ازاي وبقى زي الفل اهو. الصدور اصلا ما بتاخدش حاجه، وكمان لما بتبقى مشويه بس هنا كده بارده نزلها هنا في الطاسه اهو. طبعا احنا عارفين ان صدور الفراخ غنيه جدا بالبروتين الحيواني اهي، وكمان سعرها مناسب جدا اهو بالشكل ده كده. هبدا اشيل اللي هم استووا واحط اللي ايه محتاجين ياخدوا صدمه. انا هنا بس وانا في الشوايه انا اللي رحت مخفضه درجه الحراره فنزلت قوي اهو، هرجعهم هنا كده ياخدوا صدمه بس واتاكد ان هم استووا. طيب ممكن كمان اسويهم ازاي، ممكن في صينيه احط لهم معلقتين الزيت دول وادخلهم الفرن، بس يكون الفرن سخن من قبلها بشويه علشان يبداوا يستووا بسرعه. هنا كده بعد ما حطيت الزيت اهو ابدا، وطبعا الثوم، وحطيت رشه الملح والكزبره الناشفه، نضرب بقى كويس اهو. طيب هنا كده اخد بقى معايا بوله هبدا انزل فيها كده، هنزل كده في البوله اللي عندي دي انزل كل الصوص معايا، وهبدا اقلب عليه الجبنه الشيدر. معايا هنا كوبايه جبنه شيدر اهو مبشوره اهو، سيب دول كده للوش كده يبقى في منتهى الجمال، طعم بقى في منتهى الجمال اهو، هو اساسه بيتعمل كده. بس كمان بقى مش بالجبنه الشيدر، انا حاولت ان انا اعمل لكم بحاجه سعرها اقتصادي، الاساسي فيه مش بالجبنه الشيدر، الاساسي فيه ان احنا نعمله بالجبنه البارميجان، بس البارميجان برضو سعرها غالي شويه، فقلت بدل لما اجيب الحاجه الغاليه قوي اللي الناس هتحتار ومش هتعملها، لا خلينا نعمل حاجه اقتصاديه الناس تقدر تنفذها بمنتهى السهوله اهو بالشكل ده. نرص بقى كده في الطبق على طول بسم الله الرحمن الرحيم. هنا كده
مش الشطاره ان انا اطلع اعمل باغلى حاجه اغلى حاجه. انا هنا القناه انتاج سخي، بجيب اي حاجه غاليه انا محتاجاها، لكن انا همي برضو المشاهد، ان المشاهد يشوفنا يقوم على طول يلاقي المكونات سهله وبسيطه يقدر يجيبها يتصرف فيها ويجيبها، او لو موجوده في البيت وينفذ لي الوصفه على طول. دي اهم حاجه بالنسبه لي انا بصراحه. يعني بالشكل ده كده اشيل الطاسه هنا، هبدا بقى اعمل ايه هنا كده. ادي الصوص معايا هنا، محتاجه انا شويه ميه صغيرين اخفف بيهم هنا. تمام، اهو خدت ربع كوبايه ميه صغيره، ممكن تبقى ميه سخنه وممكن ميه عاديه، متوفر جنبي ميه في الكاتل سخنه، هنزل فيها كده كل اللي كانوا في الكبه دول. طبعا انا ممكن ازود كمان زيت واضرب تاني، بس انا كل ما هزود زيت هتتقل معايا اكتر اهو. وطبعا انا عايزه برده مش محتاجه ان انا اتقل اكتر من كده، محتاجه برده صوص كده يبقى ايه، يبقى حلو عندي ومتجانس اهو بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم، البس بقى الكلافز في ايديا علشان اخد شويه جبنه احطهم كده، هقلب كويس جدا جدا. شايفين بقى الجمال بتاع الصوص لونه عامل ازاي، اخضر وزرعي جميل ازاي اهو بالشكل ده اهو كده. طعمه عايزه اقول لكم في منتهى الجمال، اتمنى ان انتوا تجربوه، حاجه رائعه بصراحه يعني اهو بالشكل ده. اخد هنا طبعا الصوص ده هنحطه بقى في برطمان في التلاجة، كل ما هنسيبه في التلاجة كمان هيتقل شويه اهو بالشكل ده. بس طبعا الحاجات دي ما عليهاش اي ماده حافظه، دي حاجات كده طبيعيه، يبقى ما تاخدش وقت كتير، يعني مش مثلا هحتفظ بيها شهر ولا حاجه، لا ممكن اسبوع 10 ايام في التلاجه هتبقى طعمها زي الفل اهو بالشكل ده كده. وهاخد كمان عندي اهو شويه سوداني كده، السوداني كمان بيديني قرمشه اهو بالشكل ده كده على الوش، طعم في منتهى الجمال وجميل جدا. ان شاء الله تجربوه باذن الله وتبعتولي التطبيقات الحلوه بتاعتكم اهو. لو حضرتك بقى ايه، ايوه عشان التصوير. تمام، هاخد هنا كمان شويه من الصوص الحلو ده اهو بالشكل ده كده. هنا نحط له كده وردة بسيطة من الكزبرة بس كده.